أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول إن الصواب أن كل من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة. أما الرفع فلأن ال في الطلاق إما لمجاز الجنس كما تقول زيد الرجل، أي هو الرجل، أي هو الرجل المعتد به، وإما للعهد الذكري مثلها في فعصى فرعون الرسول، أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث، ولا تكون للجنس الحقيقي لئلا يلزم الإخبار عن العام بالخاص، كما يقال الحيوان إنسان، وذلك باطل، إذ ليس كل حيوان إنسانا، ولا كل طلاق عزيمة لم نسخدا وثلاث نسخة كي قباوة، ولا كل طلاق عزيمة وثلاث بلان لنسخيش كدا، ولا ثلاثنا كمحمد محي الدين عبد الحميد اعتماد داوتا سر، ولا ثلاثا كألبتا هميان لباري معنا ودرستا. فعلى العهدية يقع الثلاث، وعلى الجنسية تقع واحدة كما قال الكسائي إثر وأما النصب إلى آخره. درسي بنجاويك لدرس كاني شرحي مغني اللبيب لكوتاي بحسي ألدين عرزمان كردن ك ابن هشام بر أحمد ب كمال بابت لم تبدا تهروجينك زور تايبت إما لو كتب نحوياني كوالا بردست من دايو لولاتي إما مع مستان وفقيان لقليان سروكاريان هي أمشي وزمان تأسين ديو وكاريكي زور مبارك وكاريكي زور بأرزشة. بس من كل درسي بيش داكا هارون الرشيد بو قاضي أبو يوسف أم بيتا نسي وأم دو بيتو وتي أبمشي وأقر سلاسون وخويندري يا سلاسون وخويندري تشي دي برهم دي آية سي طلاقي كابري بيدا كوي يا يك طلاقي بيدا كوي دوايا بابتكي وتو اتر امزا استي دوا نقلي ام بابتك عادة اما لكتب فقه كان لأم بابتا ذكر ذكري ولو كتبانا داك كتبي ادبين ام بابتانا ذكر ذكري بلا موكو كتبي نحوي وإعرابي شتي لو شيو من نابينم براسي فقط ابن هشام امن دما موسايكي قوري ام بابتانا ليرد آوا ديني لما لو كتبانا دا كباسي مجالسي ادباو خطباو اوانا دكري كومولا نمشت عجيب غريبانا دا هندري والان اوا كبر هميكي نحوي خوشي ببيت اما لم كتبانا كاستيش هن كبم دنيا بيش كوتو وكوا كتبي زور تبع كراو وبلاو بوتوانا اشتيق لم شوانا نابينين لم بابتانا استي برحال بحثكي قاضي ابو يوسفي جان دو كوتاي كوتي انتهى ملخصا بابو وابو استي واقولو امجا خوي افرمي جيكي لويكا كسائي بحثي كر لسورتيك دا سيدة كيوي ولسورتيك دا طلاقي كي دا كيويت خوي ابن هشام خوي قصي خوي داكا اعادالا خوم قصي خوم يعني زيال لوي كسائي واقولو يعني اما مصنف رحمه الله ابن هشام كدالي امنش دلم ان الصواب ان كل من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة قصي صواب حق أويا جنابي كسائي فرمي إن رفع سلاسا طلقت واحدة باشا وإن نصبها طلقت ثلاثا تي أجر برفع وإخواني سلاسا برفع وإخواني إخواني تو سلاسون يك تلاقي بيا كوي بنصب وإخواني سلاسا إخواني ستلاقي بيا كوي ابن جامد فرمي نا قصي صواب أويا هر دانيك لرفعون لنسبة احتمالي هيه بوي
بواقع بوني طلاقي سيبسي وبواقع بوني الطلاق يعني اقرف اخوين دواني برف اخوين دوا ثلاثون احتمالي يكتلاقي هي كوكو كسائي دير احتمالي ستلاق شي هي كأمان كسائي شا اما جيب هنا كدو اقا ثلاثين واخويني بلا احتمالي وهي ستلاقي بيبكوي وكو كسائي وتويتي احتمالي يكتلاقي شي بيبكوي كأمان كسائي نيكتو تقول لي جا تماشاك زرينجي ابن هشام اويا من لغا الرزو حرمة بو هرهمو بو چونا كان كوا ابن هشام تومد بار دکن با و کتی بی امو ایه ناوری را دینا بیگمان ام بابتن است بگذنین لکت بنفند و مثلا از تومتی گوره لسر ابن هشام اوی که دارن لال جند دانی مرادی استفاده کردو قناعت و برواتم بی اوی کلیر دایا لام کتاب دایا قابلی براور کدنی لگل اوی که لال جند دانی دایا اوی لال جند دانی بابت کرد مختصر ام تفاصيل جوان ركوبك فقل ابن هشام ديت وواقعا دستو پنجي امپياو دستو پنجي چرنگينا و ديارك اما برهمو انتاجي بركنوي خويتي لنحو دا اه على قصي حق او هر داني لرفعو لنسبة جياب جياب احتمال ينهي بواقع بوني ستلاق بواقع بوني يرتلاق لم شارده توجيهك يجونا أما الرفو أقبر رفوي إخوانين دلف لأن ألف الطلاق إما لمنتاز الجنسي والأخوان وما للأحد الزكي أها دلي والطلاق عزيمة ليرا كندا فأنت طلاق والطلاق عزيمة تقولي أم ألي الطلاق ودلي أقبر رفوي إخواني سلاس وإخواني دلي الرفع كلبر أويا رفعي سلاس لبر أوكا سر أشيشي مثلا بو سيدان الطلاق يا بو يك طلاق تماشاكا دل لبر أوي أل لكلمة الطلاق دا يا بو مجاسي جنس وكفين من قلت من كألك بو الجنس بي باس من كرت باشا إما لاستغلاق لاستغراق الأفراد كأما أمانيا باشا أوانيا أو لاستغراق خصائص الأفراد وهي التي تخلفها كل مجازا أعوى عشان ألكل الطلاق دا يابو مجاز جنس يعني بو استغراق خصائص أفراد نك بو استغراق أفراد باشا هلو كنتو دلي زيدوني الرجلو يعني زيد بياوة يعني منظور أولي زياد زيد همو بياوة كتنك غلطة لواقع دا يعني أي هو الرجل المعتد به يعني بياوي كوا اعتباري بيا بكري ومتماني بيا بكري وبياو دا بندر لنا وبياو دا ام بياوي تاولي ايه زوت شاكا يعني اوصافي هرشي بياوي كي معتد ومتمانة بيا كلاوي تلاهي اعاوة باشا اما بو استغراق جنسا ايه بلان بصورة مجاز بو استغراق جنسا خصائصي افراد ما بس ليرا كندا يعني ليرا دا بصورة شيء واقعي كل تناتواني دايني أجا دايني بمجاز دايني أو كا بس ما كان فيش ده باشا أما أو إما للأهد الذكري يا نخي على كبوت يا أبو أهد الذكرية مثلها وق أو على عهد الذكرية كلام آتدها فعسى فرعون الرسول يعني أم الرسول ما بس بم رسولك على كلا سلها هر أو رسوليا كإنا أرسلنا إلى إن وارسلنا إلى فرعون الرسول أو رسول بيجدا يعني لبيجدا وكباس من كر معهودك بذكر ذكر كلاوة بقى لك دي بيته وبو أبي يا أوي باش أبو أهلي ذكرية إيه جاء وقت أوي لدي تواني أرزي براي خوما كم تماشاكا جاء إسي نتيجة كي دقرين باشا إسي دواء ديالي چون يكاكا دكي وسيكا دكيوت أوددته أي وهذا الطلاق المذكور عظيمة يعني أجر على كي ألي الطلاق على أهل ذكري به يعني أم طلاقك وباس كرا وقصيلي وكرا طلاقك عظيمة وسيا باشا جاء أم زادي قد كان أتو ولا تكون للجنس الحقيقي ألي الطلاق بو جنس حقيقي نابي بو جنس مجازي دبيت باشا يعني أو كبلي استغراق تواي أفراد جنس كبكان أوكو ألي الحمد مثلا بونمونا أو نابث باشا بو
چونك اللي لا يلزم الإخبار عن العام بالخاص چونك أو كاتا أقبلي الطلاق مثلا عزيمة الطلاق عام دبت عزيمة خاص دبت بوي أم چشا دروز نبت پیجنه خبر لعام بدري بخاص يعني مبتداك عام به لولاوا خبرك خاص به شتيوانا بت كما يقال الحيوان إنسان أتبلي الحيوان إنسان ما غلطة چونك الأول لبلو إذا مبتداك معنى عام ما تولولاشو خاصي دكيتوا يعني حيوان هر إنسانا حيوان زورة وكاتي تبلي خلاصي قلام هرشي طلاقة هرشي أفرادي طلاقة عزيمة ناوانيا چونك طلاقة عزيمة طلاقة عزيمة دنيا أيوانيا إيه چونك طلاقة يك طلاق دكي دي خوية طلاقة عزيمة دنيا أو مجال هي بوهيك كابرا رجعت بكاة توانيو طلاقة رجع دي بيو بيهن ريتو سري جيكا يخوي أيوانيا يا طلاقة يقر عدشي اللي بسر شو بتاوبو مجالي وهيك كابرا بماري بمارك النوو بنكاح صداقي مجدد بهنا توجر نكاح خوي أيواني خو عزيمة دنيا لواقع ده سلاسكا أقسيكا كو طلاقك عزيمته وتعزه هيتي لقل داناك لو تبي أوج نبروا برو جياني شكو تعابو وازل مردي كوني خوي بينه وازل مردي بيشو خوي بينه شو قبلي والطلاق عزيمتون هرشي طلاق يعني على كبلين بلين بو استغراقي أفراده يعني همو أفراد الزين سكر لنزل بقرية تقول هاو ناكل دوا بلي هرشي طلاقة عظيمة تشتيوانا بلا واقع دا آوا باشا زوجوانا چونك إذ ليس كل حيوان إنسانا ولا كل طلاق بلاوا عظيمة عرزي بلاي خونكم بلا عفو بلا أيوة هذا طلاق بلا عفو 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 إذ ليس كل إنسان إذ ليس كل حيوان إنسانا أيوانيا شونك هاتشي حيوان إنسان يا ما وايا ولا كل طلاق عزيمة وثلاث لا نسخيش كده عزيمة ولا ثلاثة وكباس ما كده وهاتشي طلاقك عزيمة سدان النية يعني طلاق مي عزيمة النية همش السنية واه واشتكي زور واضح حرونا وكو ألف بوايا إيه زور باشا جاء أمزة النتيجة دقيقين علي الطلاق كبو عرضي بلايخون كم استغراقي خصائص أفراد بياني بو عرضي بلايخون كم بو جنسي مجازي بيهتنك بو جنسي حقيقي على فعل العهدية يقع الثلاث أجر داما نا ألكا ألي عهدية باشا وفعل العهدية يقع الثلاث وعلى الجنسية تقع واحدة تمشك أقدام أن لك ألي عهد عهد ذكري وكباسي وكتيوك أو ألواك لفأصافر عن الرسول لا يأوى أو يقع الثلاث باشا سيكا أكويت سيكا دكويت جادي قد كان كسائي أمين فرمو فرمي أجر خل أو أو أوين فرمو أمين فرمو أجر سلاسون برف أو خويني باشا أو فرمي يقدان ركبت بلان دلي أجر سلاسون برف أو خويني سيكي بيدك بمرجك كألك ألي عهدي بيت عهدي ذكري بيت يعني أو طلاقي كوا أرزي بلاي خومكم باس كلا أو بيجدا فأنطي طلاق ثلاث أو طلاقية عزيمة أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث أو لديتون أم طلاق كباس كلا عزيمة أيوانيا يعني تسميم لسرجي لاو قطعية رخصة نيبو هنانا ويدوبارا بو نكاح مجدد دوبارا وسيشا أوك أبو شيوبي سيكي بيكيوت ولو لاوا وعلى الجنسية أها أقريش على كوايدا بن ألي عهدي جنس ألي مجاب ومجازي جنسا باشا بو جنسا بشيوازي مجاز يعني خصائص أفراد أنك استغراق أفراد باشا أو تشيلي بسرده تقع واحدة يقداني بيكيوت يقداني بيكيوت كما قال الكسائي وكو كسائي فرمي كتوجيه كمان باسكل لبيشتا يعني لواقع دا
أجابوا مجاز نسبة وكو وكو دليل ظهيرون رجليني وكو لبيشج داك أجد بيرتان بل نسبة كذا بس ما كرت لواقع دا لباسي نسبة ورفع كذا فرمي أجر بلي سلاس طلاقي داك جونك لأنه قال أنت طلاق ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاثة كل ذي سبيش ذهب بكشتي توضح ماذا أما أنا كسائي كما قال كسائي باسي كرت أما بشيوي نصبكي باشا بشيوي نصبكي بلام بشيوي رفعكي يعني الطلاق كبا بلام سلاسون أقل ف بسم الله الرحمن الرحيم أما بشيوي أو كاب كلمة سلاس برفع خير سلاس رخ بندري برهما كأ أويا هم ذكرية طلاقي بيبك هم ذكرية فلا طلاقي بيبك أيش قريد لا أبو كألي الطلاق أجر بو ألي جنسية بصورة مجاز يك طلاقي بيبك أجر بو أهلي ذكرية بي ستلاقي بيبك إيه باش وأما النصب فلأنه محتمل لأن يكون على المفعول المطلق وحينئذ يقتضي وقوع الثلاث إذ المعنى فأنت طالق ثلاثا ثم اعترض بينهما يا اعترض اجدرس بينهما بقوله والطلاق عزيمة ولأن يكون حالا من الضمير المستتر في عزيمة وحينئذ لا يلزم لا يلزم وحينئذ تسمها يا دنك دنك برو بدايك بلا وحينئذ همي شمزة حمي مني شو بدايك بلا باشا لمن دال ودارت نوا بمبورن لوكات هذا كدرس كم هي استفاد من ليك بخلاف أي خواه أول بلى ولأن يكون حالا بلى ولأن يكون حالا من الضمير المستتر في عزيمة عزيمة ودخلنا شنك لبيني دو قوصة لنسخي من ده وحينئذ لا يلزم وقوع الثلاث لأن المعنى معنى والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثا فإنما يقع ما نواه هذا ما يقتضيه معنى هذا اللفظ باشا مع قطع النظر عن شيء آخر سكي زود جوانا على أجر سلاسي بإما با نصب وخرين والطلاق عزيمة سلاسا باشا أو إخواني. أرأ أمش أريت هذا شد. يك طلاقي بيبكى أريت هذا دو طلاق ستلاقي بيبكى. بزانين شون. على أجر بمشي هو بيت بنسبة وإخواني وأما النسب سلاسا وإخواني فلأنه محتمل لأن يكون على المفعول المطلق. أوش من باسكت لدرسي بيش ده أجر لبير تام به. من قلت له الا عيني بحث كان ابو بلان خم توضيحهم كبودان اجل بيرتان بيت دلتهم كاحتمالي هي منصبوني سلاسا لسر او بيت كما مفعول مطلق بيت يعني وق منصبونك وق او بيت بلاني مفعول مطلق دابت او كات اجا بلاني مفعول مطلق دابه وحينئذ او كات كب مفعول مطلق دابن دري سلاسا والله وتشيل بس ده والطلاق عزيمة دبت أول ده تواني عفو وحينئذ يقتضي وقوع الطلاق الثلاثي باشا وكوكي ساي فرمي وكوكي ساي فرمي تقوله شون كله بيج ده فرمي أجر وإن صبها طلق ثلاثا لأن معناه تشي أن تقولتي أنت طالق ثلاثا باشا أنت طالق سلاسا أجل دقتان كربي معنى كي أوي يفرمي باشا أنت طالق سلاسا أنت عفو
شو كوتي اجا وان صبع قتل قتل لان معناه انت طالق ثلاثا ويا اذا تشاكا ارزي خوشوي سانم كم بلى بحسك اويكا منصبوني سلاسا دبيتا مفعولي مطلق ولا بر اوك عددي شا مفعولي مطلق عددي دبيت بحسك اويكا ومزاك فرمي وما بينهما شي جملة معترضة يعني أويك لبيني أنت طلاق دايا فأنت طلاق لقل سلاس دايا سلاسا دايا والطلاق عظيمة ودي بتثبت الجملة شي جملة معترضة لواقع دا إذا تشاك برحل جاءوك هاتو حين إذن أجر هاتو بنسوخ من دايا سلاسا بوبا مفعول مطلق حينئذ أو كاتي يقتضي باشا اقتضيت شدك أو كاتي ولا وقوع الطلاق الثلاثي كوتني ترسي طلاقك وكو كسائي كتي أما كسائي أما أما جب يدا شوك إذ المعنى فأنتي طالق ثلاثا معنى كي أولي ددوا دلي أنتي طالق بياوك بجنك دلي أنتي طالق ثلاثا تولي تو طلاق كوتبه هرسي شي ثلاثا مفعولي مطلقي عددي بو طالق كعامل كيتي باشا ثم اعترض بينهما باشا شاعر دين اعتراض ذكاء جملة معترضة دين بينهما لبيني أنت طالقون سلاسا دا بسبب قوله والطلاق عظيمة أما دينت باشا إيه ذات شك كعادة هناني جملة معترضة نوع تأكيد هر بابتك نوع تأكيد أنت طالقون ثلاثا دير دا أما أقب نستوى خندري وسلاسا بمرجك بمفعول مطلق عدد دابندري تبعتي حال وهاي تشي لبيدا دبي برهمكي تشي دبي برهمكي او دبي كدبتا مفعول مطلق عددي وباشا سي طلاقي بيها كبت زخصي كجوانا ولأن يكون حالا لأن يكون أدفى بوصل لأن يكون بيج فلأنه محتمل لأن يكون حالا وأقل بسلاسا وخوينين احتمالي هي بوي كحال بلتي من الضمير المستتر في عزيمة حال به لو زميري كوا مستتر لتلا لعزيمة دا باشا أو زميرا بلم عزيمة لركان دا بوخوي هي تدا أيوانيا لبر أو أم وكتو دبيني تي بيدلا صفتا أيوانيا دي صفتي شالقري زميرا لواقع دا دا كلا ببيت حال لتي لو زميريا باشا لو زميريه ازو تشاكا كسلاسا بوب حال لو زميريه كمستتر لعزيمه دا وحينئذ لا يلزم وقوع الثلاثي او كاتا وحينئذ او كاتا كسلاسا بوب حال لزميرا مستتر كلعزيمه دايا بيجنا واقع بني ستلاق يعني بيجنا كستلاق بكو بو لأن المعنى شو كان معناه كي وكانت عويلة بسردة تقولي لأن المعنى باشا والطلاق وعظيمة إذا كان ثلاثا طلاق عظيمة أو كاتيك سيبت يعني طلاق كوا برياري قتيلة سددري وقرانا ويتداني وكتاب جياني هاو باش يجلوم يردك ديندري كي كاتيك سيبت كاتيك تي سيبت دقت كان كاتيك دبت زندا سيبت إذا جوانا جالي ركان دا أو كات أي كسي كسي بينا كوي معنى والد طلاقي طلاق عزيمة أقا سيبه فإنما يقع معنواه أو طلاق أو دكوي أو عدد دكوي لطلاقك كمطلقك نيتي كردو باشا دكوي أو شتي كوا نيتي أو شتيك دوا شين يتيك دوا أو كسا مطلقة كشاعر يا هالكسيك هاكا تتوبو معك باشا اتوبو لو يجيك عبرا أو كاتل نيتها شو كما لفقها همو هيا بلو لا نيتمو بيه طلاق نيتمو بيه طلاق تتو ديسبيري بنيتي خوي نهاد أجر قاضي باوري بيناكا بوي هي سوين ديبدا باو يا جنك اللي باوري بيناكا بوي هي سوين ديبدا بلكتو أو لفزت خواردوها ما بس بيسيك بو يا دو بو يا يك بو يا چند بو او يا بحثة كمان باشا زور باشا تاو هذا ما يقتضيه
هذا ما يقتضيه معنى هذا اللفظ مع قطع النظر عن شيء آخر. باشا إيه أما كوا خلاصي كلام دل إما تقدير ما انكرت هذا ما بس في أوي هذا يعني أوي كوا إما بس ما انكرت تقدير ما انكرت لإحتمالي أو كلا رفع أو نصبي ثلاثا دا يكتلاق يا هرسيب كوي باشا إذو تاكا الليرة كان دا أوا ما اشتيكا كي يقتضيه معنى هذا اللفزي معنى أم لفزة دي خوازت ما قطع النظر عن شيء آخر البته لقل أوا قطع النظر بكريت لهرشتيك يعني نروانين بوشتيكا فقط بروانينا معنى أم لفزة سلاسن سلاسن وخوينين بل لرف عدا احتمالي هي سي بيبكي ويكي شي بيبكي لنصفش احتمالي هي سي بيبكي ويكي شي بيبكي أما ما يقتلي معنى هذا اللفظ أو كآوة إما التقدير ما انكدو باس ما انكر اشتيك كوا معنى أم لفظة دي خوازي بل مع قطع النظر عشان لقل قطع النظر لاشتيك يعني لقل أو دا كنروانين بوشتيك يعني تنها يعني اعتباراتك لنظر نقرين لقل خود لايب كره الدستين منش درس مه با مزاحم النبي اما لقل قطع نظر لشتيكا باشا يعني تو مثلا بيني قطع نظر كي لتي لبابتك يعني بابتك نهيني لرداتك لكي بحثك اويا مثلا قطع نظر لشتيكا مثلا بونمونا وكو مثلا اوكا فقهاكم القواعد يعني هيكم الاستحسانات يعني هي مثلا دلنا غير احتمالي بو لفظ بو يك طلاق يا بو غير يك طلاق مثلا فقهاء قاعده كان دلنا فقيه طلاق فيها كي جونك اصل وائل يدا رتشاوي او انك انك حتما سيكب كي مثلا راجل لفظ كي يقول احتمالي او جواني بو حمل لك تسريك كي جونك اصل كي يك طلاق كي لا قاعده باشا اتل او كاتا مثلا يكدا كي اجل شبر فوق يعني شبر نسل فوق يتر أوان جنادنا أوي مثلاً بونا منظر باشا أوان أو 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 بو قواعد استحساناتك هنا بابتك مثلاً معالجة كانوا أجا مدلة أمشتي كوا من باسم قال ابن شام دلة كسانك نين إرادة دي بقرن بلن أم بيوافقين زاني نا أوي كوا من قتن أوي يقتضي ما يقتضيه معنى هذا اللفظ أشتيك كوا معنى أم لفظة دي هويت حالي دقريت مع قطع النظر عن شيء آخر أهل بل قال قطع نزل يعني كتيروانين بوشتي كنكرب باشا أم يكو أم سيل لرف أو لنسب دا وقت يكدك بإي سلاسا أما كات يككوا فقد بروانيا أم لفزيا بروانيا أم شعريا أما قسما لسال أويا تقسما لقواعد فقهانية كمثلا دلن أجر مطلق لفزكي وهابو دكرا هالجري يكجبي زيادة اللي يكجبي حمدي لكن سريك كلا واقدة أمنا أما بلا أما بلا واحد أما دلقت أنا زلوا فأنا وقت باري لفظك هالضة سنجيني ليرا كندا وسنجو سوقي كي سنجو سوقي كي بو كي بو أم لفظي وبمشي ويديني معالجة دكي بلا واقعا لرف أي سلاسا لنسبي سلاسا دا أم احتمالات موجودة دويان لرفع أو لنسبة دا كساي باسي كدوية دوشان كساي باسي نكرة كوامن باسم كرد باشا بلام وأما الذي أراده هذا الشعر المعين فهو السلاس بلان أوش بلين أوشتي كوا أم شعر معين ديهابيو لنظرياتي أوشتي كوا أم شعر معين لنظرياتي فهو السلاس تنها طلاقي سلاسة بولي قوله بعد شنك اللو بدوا شاعر دوا أوكدلي فبيني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلاث مقدم أقل بيرتان به باشا أو شعرش من هر لا درس كاني بيجدا بخوا من وام لبيلا هر توضيح معناكر أقل بيرتان به شنك شاعر دلا فبيني بها أيوانيا بلا وتي فبيني بها إيه باشا
وتي اگر تو نرم و نیان بیو بزانی هستی لقلم و امانا جا و نرم و نیانی خیر و برکت بومی شو بود اگر عنف و تندو تیجی و امانا لنظر بگری ایوانیا او شر و ضرر و زیانکی بو چه دگرتوانی؟ بو خود دگرتوان سیکی جو دوایا وتي ولام لقال أودا أجر حال وضعيته سازجار نبو لقال أمجيان دا أتو ستلاقت كوتبت وأما ظلم نيلمن چونك أو كسي نازاني جيان كا لقال هاوسركي أو ظالما أو لايق بويكوا هاوسركي طلاق داو يليبكا جالسر أوا فبيني أها باشا بها بها أتتو بو سلاسكا أتو جاوب لمن بجابو نويك تواو بوسيا إن كنت غير رفيقتي باشا لبر أوي كواتو أدى ألبتا إمن عفو لم نسخاء من يكشتي بلم ليرك أنا دا لم نسخي جنابي قباودا من أوم بلال بسرد الله فبيني بها أن كنت غير رفيقة أنا شوكا معنى دي قردري بلام لم نسخكي محمد محمد بن الحميد دا إني أو كردوا باشا هستاوا بوكا إني چي بيدلن زبطي لفظكي كدوا بإن جاوا إستي قصيلة سدادة كم باشا أرزي بلاي خومكم فبيني بها أتو جدا برا ولمن بجابو نويك تو بها بوسي طلاقيا أن كنت غير رفيقة لبر أو كواتو كسيشي نرمونيان نبوي لقلمنا هر بسر بنا قرانتو نرانتو بخشونتو بنان الجيبو با أبو لقلمن حساي باشا وما لامرئ بعد الثلاثي مقد مقدمو باشا وبو هيتش بياويك دواسي طلاقة باشا يعني اقل طلاقي يكو دو سيكشاد بدويد وبدوا وبو هيتش بياويك لدواسي طلاقة مقدمنيا مقدم يعني تي مقدم مصدري ميميا لقدم بمعنى تقدم يعني بو هيتش كسيقنيا دواسي طلاقة پیشکوتنو هنگاونان برو معاشرت الفت تازه کسی طلاق دره تازه تاوبو ایوانیا ایتر اوا فلا تحللو حتی تنگی حسن اوجان غیره تبا ایتر شوی جکب کاتوانیو ای اگر هاتو لگل شوکی که نسازه یا شوکی مرد ام جابوه ام بیهینه توانه تاولتی که کی برا اما مستری میمیه لقدمه یا بمعنه تقدمه یا یعنی وما لیمری این بوهیس پیویگ نهاتوا باشا كوا هنگاو بني پیش كوي بروا برو معاشرة الفد لدواتي بعد السلاسي لدوا سلاس بو چونك بسلاسكا تواي فرقتك هاتو تجي اطلاق سلاسة وايلو قد تازا رجعتو مجعتو أبابتانا لا أراد النية جادرة وأما ما أراده بحسكا ويا وعفو وأما الذي أراده هذا الشعر المعين فهو السلاس لقوله بعدو باشا عرضي براي خوما كم دالي أويك أما أمشي على دياري كرا وما بستيتي ستلاقية احتمال يكينية حر ستلاقة قطية بولي قولي بعد سوك دوا أو دو شعر دالي فبيني بها أن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلاثي مقدمو قصيك زور 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 تايبة الواقيدة تو جابيني نصر اعرابي امش باشا فبيني عرضي بلاي خوم كم فيك دبت حرف استئناف بيني او فعل امدا مبني لسا حصفين يا اكل محل رفع فعل كيتي جملة كيو دبتهم جملة مستنف محل اعرابيني بها جار مزود تعلق ونسبب بيني ان حرف مستري وناسبة باشا تماشاك انا كاني مستريه دبيت
حذفي لام علت كلا وبيجدا تقدير كيف لأن كنت يعني لكونك غير رفيقتي آوا باش أنا كاني مصرية أو في عليك وناقصك يا وكو كنت غير رفيقتي بدو داسي لكيتي لتأويل مصدر دا مجرور بحرف جرك كمحذوفة دبيت أو التأويل كي فبيني بها لكونك غير رفيقتي آوا دي مصدر آه باشا زور شاكا بلا هندك تويانا درست كسري همزكا وكو حسب زاهد محمد محمد الحميد احتمالي دعوة السلام بلا براسي بمعنى أنك جوانتر معن يعني سازقال الشعر كتاب بمعنى إن باشا إنك أجا بوشتية بمعنى كيدا قردد چونك ليرا دا إن بوشكا لواقع دا أيوانيا إتر أمجا أجر بإن وخوين دري فبيني بها معنى إن لواقع دا إتر أمزة نازانم جابوه من ألوته من نازانم لو ناسي محمد محمد بن عبد الحميد وازبتي كده بشو كأم أم نشرانا أم ناشرانا أم عليك أم مطبع وشتان هي أم شاب خانان هي أم كتابانة شاب ذاكن والله بلا نازانم إتر جاري واي عادة تنسي من كتابك بنوصم بيج أو كا دركوي يجنس خيم دبي بدني هم يخوينم زام غلالي شوياتي بلان ايوا خوي مثلا كسي محقق كيبود يريد كانوا من البي ودني لواقع ده كوزرت هم لكتابة كده ده وزرت هم لا كابراج ده انت وزرت جل محافل علمي ده لواقع ده شون كما بقين معناه انها لواقع ده باشا مقر او توبيني والله بلاي مثلا ان كنت غير رفيقتين أو بمشي وما أنا يديك إن كنت يا كببيتا شرط أم فبيني بها بلين دليلي جوابك أي جوابك أي محصول بيت شون كتو غير رفيق بوي هو بكار نهاتي ونرمونيا نبي لقالم دفا بيني بها أما دكري أوابي بلانجا وقتي بأن معناك خوشترا بيزناك تو بروبرو إنا خو بغلط هدرنا لوقت بلان من هرويك قباوت كتويتي لو نسخة معتمدة داكا قشتته ومصنف رحمه الله أنا لا يدا زمان هاد أوشن في جوانترينا إنك أشخو معنا يدي هاد بوشيوه إباش بارحال أمزا كنتي وفعلي ناقصة تأكا محل رفع اسمك يهتي غير وخبرك يساوك لو رفق خمزة وليتي كارماني الزور باشا وكاي حالية ما كما ينافية اللي برئين تعلق دبستي بمحزوف يكوا كفعلي عام ومحل مرفو خبري مقدمة بعد ظرف زمانة تعلق بسبب بمقدمة كالدوا خويتي يا دتوانة تعلق بسبب بو متعلق جار مزوكو كالبش خويتي إشكالية تدانية بعد إذا فكرة بالثلاثة لازم نصفو إليك إيتي مقدم خبئ مبتدأ مؤخرة باشا أم جملة اسمية كبيكات ولا وما لمرئ بعد الثلاث مقدمو أرزي خوش ويستاني خونكم لمحل نسبة حالة لفاعلي بيني كيا أكيا رابطكش أواوي كهي لركانتا إيه عادة وكو شاهد أم شعران وكو باسمك أو دوي بيش دو أما شان أما وكو شاهد شاهدي كي نحوي تدانية لواقع دا باشا بلان بحثك لسر أهلكي اللي كان دا كابن هشام هنا يواني بويك وو آمد كاري بكا لواقع دا أيوانيا وباسمك الكي اللي بيش دا بابتك شون تاو توكرا ولواقع نفس الأمر دا ام بابتا که کاملا فوایدی زور خوشیشی تدابو بابتا خان من تاوتیو کرد لواقع ده اگر لبیرتن به او بوی من نگرم مصر او بابتیو و کشاهده که نحوی فقط بحث لیره ده لسر الکه غیری الکه ایما قصه چی که من نیه لیره کنه ده لسر ام بحثی اتابو مشارک تابو بلان جنابیان هینه اوانه ام بابتا بوی تیمان بگینه که و هم مثلا بابتا نحوی کن او بابتانا او متونانا كدينا بردسمان دبي ايما ابم شيو معملي لقل دابكين باشا يعني بعمقي بچينينا او بابتك او ام زرافت كاريك ابم شيو هي ابم شيو داري بين الله واقع دا مسألتهم اجاز الكوفي هنا وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة ال عن الضمير المضاف اليه وخرجوا على ذلك فإن ال بلى يقل حسبها النسخة بلى
أجاز بعض أجاز الكوفيون عفو وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة ال عن الضمير المضاف إليه وخرجوا على ذلك فإن الجنة هي المأوى ومررت برجل حسن الوجه وضرب زيد الظهر والبطن إذا رفع الوجه والظهر والبطن والمانعون يقدرون له في الآية ومنه في الأمثلة وقيد ابن مالك الجواز بغير الصلة وقال الزمخشري وعلم آدم الأسماء كلها إن الأصل أسماء المسميات باشا أسماء المسميات وقال أبو شامة في قوله بدأت ببسم الله في النظم إدامك أولا أو تبارك رحمانا رحيما وموئلا أولا شو إنش كام شلد يتولد بالا إن الأصل في نظمي باشا إن الأصل في نظمي فجوز باشا فجوز نيابتها عن الظاهر وعن ضمير الحاضر والمعروف من كلامهم إنما هو التمثيل بضمير الغائب أم بحثش بحثي شي خوشة برقل بابتا لبابي شواردة تكرار دبيتواني قصي لدكرتواني أضي كوفيا كان وبرقل بصريا كان وبشي كزور لمتأخرين رجان دا وبونا ابوني ال او اليك يا مقصما نقل ذاكر ببيت نائب لو زميرك مضاف اليها اخي حمانا زميل مضاف اليها زميرك كمضاف اليها لابتشي اليك تتسال اسم مضافك مثلا بونمونا اما رجان دا باشا وامزا وخرجوا على ذلك امانه مثلا كومل شاهد يعني ناوتو تخريج ينكدو على ذلك لسر اوكا ألك بجي زميرك عاتبك زميرك مضاف إليها فإن الجنة هي المأوى باشا إيزو تشاكا أما دلن أصلك يتسيبه فإن الجنة هي مأواه باشا مأواه أعو دي مأواه كها أك مضاف إليها حزبه ألن أم ألا كالسر المأوايا عوزا لو محزوفة كمضاف إليها أما أم آتان وتخرج كده وأم مثال نشان واحد أنا مررت برجل حسن الوجه الوجه برفعة كدبيت فاعل بوشي بو حسني بلا وجه إذا فكره كي إذا فكره بلو زميرك زميرك حزب بو كوفي كانوا أم جماعة دلن أو أليس الوجه وشي كلمات أو ألا أما بجي أو زميرها وشنك أصلك مررت برجل حسن وجهه باش وضرب زيد الظهر والبطن أما أصلك ضرب زيد لزيد درا ظهره وبطنه باشا لبشتي ولسكي ظهره وبطنه أما لبيت بدل باشا دبيني ليرك أنا ألي الظهري ألي البطني عوزا لو زميلة مضاف إليك محزوفة ظهره بو وبطنه بو زاد الأما كي ببورن أها تشاول لي أما كاتيك أما دروسة إذا رفع كاتي مرفوع بك الوجه لمثال حسن عزني الوجه له وظهره والبطن لمثال خلد باشا إيه بلام أرزي براي خون كم تماشاكا بحسيش كمان هي ليرا كان دائما ك بلا يقل لحظة إذا أظفر بحسك التواوكين إن شاء الله جاربا أم بحس التواوكين إذا رفع الوجه والظهر والبطن أتعب السكة
كاعترف أبدي بوتشي لم يسالي مرتبة رجلين دا ورف أبدي بظهري وببطني زور باشا عرزي برزان كم أوكا زمير لما رتبة رجلين حسن الوتشودا كالوتشو مرفوع به باشا أجر دلين أم كوفيا كان وبرادا بسرة كان بوي وان قلتوا كاتا وجه مرفوع به طلعا أجر لواقع لو لباب تشارجها هاتوا بحصة أجر أم زميرة نتيتا بالعفو أم ألا نتيتا جاي زميرك يعني جاي زميرك نقرية تواني تشي لي بيش دي صفتك خالدة بيت لعائدة كبتتو بمصفك تولي مرتب رجلين حسن الوجه الوجه فعيلة كيتي ببوني اسم زاهر تازا ايوانيا زميل مستطيل نابع بويا امان هاتون دلن دي زميلك كمعزوفة علاك جيغ زميلك دقلت العلاقة تازا صفتك خالي نابع لزميل او قبحة با علاك كجي زميلك دقلت العلاقة دفع دكري او قبحة باشا ايه چونك وكو ارزم كدن لحسن دا بمرفوع بوني وچي تصوري زمير ناكري لواقع دا چونك ناكري عاملك دو مرفوع بيبه دو منصوبي هيا ايوانيا ازو تشاك جا اما كصيفة ناتوانا دو مرفوع بي تماشاك اللي فعلش ده رواية فعل كقولتلا وقولتلين عاملة او ناتوانا دو مرفوع بي جا چون تصوري دو مرفوع دا كلا بنسبة تيوا شتكو كشبيه بفعل ايش كتيا شبعاتي كي زعيفية كوكو صيفة دي مشبهة بي او ازو تشاك عرضي بلاي خوم كم امجا او كأل نكر جي زميل بقلي توان لوجه دا كاتي وجه مجرور بيا مثلا منصوب به باشا مثلا بلاي مرت ورجلين حسن الوجهية حسن الوجهية وجهي لبرا ايوان ضرورة تقنية او كاتا لامكا على كبلي نائب الزميل بو چونك قبلي حسن الوجه يا حسن الوجهي او كاتا صفتك خوي زميري تدايا كمرفوعة تتوب ومصفك اما بيتشاشا ايزو تشاك ام جا اوكا ال بتشيت جيغي زمير الظهر والبطن دا وقتها مرفوع بن الظهر والبطن لبروما لا اصلا بدلي بعضا لكل زيد كلك يا ظهر وبطنك بعضا لكلك باشا امانا اللي ركان دا لواقع دا بويا ام الا لسر الظهري لسر البطن جيغي زميلك دا قلت شوكا طبيعة ليرا كان دا أمام بس بي أويا أم ألا لأم أم أم دوان أم ظهر بطن لا أصل دا أما جيغي تأكيد يعني قلت وتو تأكيد بكل يعني وكا قد بيتد لمعنى دا ضرب ضرب زيد جميعه يا كله مثلا بونمونا إيه أو دي أمجا بدلي بعض يك تأكيد بكل دو أمانة بيوستة عائدة كانت دابت توب مطبوكي مخيون دومان اللي بدل ده ولكل جدا كيشك اللي الفاظي تأكيدي معنوي دلا دكري برابر مؤكدك إزافة بكري برو زميلك زميلك مطابق مؤكدك بي مؤكدك مصنابو أم أبو الشيوية جمع بو بو الشيوية مفرد بو بو الشيوية ألا تشوزانم مؤنز بو بو الشيوية مذكر بو بو الشيوية دقيقا إيه وباشان اوكا النكري عرزي بلاي خوم كم نكري ألا الظهر ولا البطن دا جي زميل بقلي تو كاتا مرفوع نبن لم تلك مثلا الظهر نخوين لتو باشا مثلا لبرو كاتا اقل الظهر وخوين لبا نصبا اما انا منصوب من نص الظرفيت ايوانيا دي لزرف دا هش بيستيناك عائدة بيبتتو بدواوا لواقع دا يتزرورة تقنابي أو كاتي كوال لا مكالي ودا ألكالي ودا نائبي زمير بي بلام لرف أكيدا نا زرورة إجاب دا كالواقع دا شوكا لجيكي تأكيدي بكل تأكيد بكلش كيسي أمانة بدلي بعضا تبدل بعضا كوش تأكيد بكل لك باشا لواقع دا باشا درسم هي باشا باشا بيبو داي بيبو داي لواقع دا أمانة زميل يندب يتوقع مشتاك زوزر واضح حرونو مشخص ايزر باشا امانا وادلا بلان والمانعون يقدرون هي المأوى له
ودلن والوجه منه والظهر والبطن منه مانع كان عندي بس كان يعني كرهجن عدن ال جاي زميل بقدر تواني دلن كامل اللي لا زميل كمقدرة ألن هي المأوى له فإن الجنة هي المأوى له مرت برجل حسن الوجه منه ضرب زيد الظهر منه والبطن منه أبو شوية أوا الظهر والبطن منه في الأمثلة اللي مثال كان ده إيه بلان وقيد ابن مالك الجواز بغير الصلة جنابي ابن مالك برحمة به درزبوني أو كوا زمير أل 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 درزبوني أو كأل بكري جي زمير بكري طبعاً مقيد كدوا باتي وبغير الصلة باشا يعني دلي كاتك أما درستا باشا جنابي مثلا وادله جنابي ابن مالك دله عرض براي خون كم اوي كوا علي بي ويا باشا عرض براي خون كم دله اگر لجمله يك دابو دله دبه غير سيلبت يعني كاتك درست ام الا جيغي زمير يك بگري تواني براو بوچوني ابن مالك رحمه الله كعرض جناب دكم او يعني او الد ذكر جيغي زميل بقدر تواني لغير سيله دابت باش ما بسيتي اويكوا متصله بالا ولا جمله يقدا مثلا كسيله موصول به حسب ظاهر ناكرت جيغي زميل بقدر تواني چونك سيله بيويستي بزميله ولا رابو چوني هي ضعيف دا بخلف الزمير خلفي زمن جاء اسمك زاهلة الجيغي ناقلة ولا واقع ده باشا مثلا اتوبلي بفرز مثال بلا وقيد ابن مالك الجواز بغير الصلة وتويتي ابن مالك فرميتي اجازي داوة مقيدي كردوا ابن مالك درزبوني او كأل جي زميل بقريتواني بغير سيلة ومقيد كله يعني تأتي لغير سيلة دا درستا واتل سيلة دا دروزنية مثلا بلي هذا الذي مات الابن يعني وكواب بي هذا الذي مات ابنه بي دروزنية بو چونك ال لسيلة دا ناكي جيغة زمير بكرتو چونك جملي سيلة تبعة لأصل دا تو وقت دبيني مثلا تعريفي موصول لكي موصول اسمي ودالي بيويستي بسيلة بيو بعائدك بوصلها عائدك عامي علماء دلن زميلة لراو بوچوني كي زور زور ضعيف ولاواز دا كحسب ظاهر لنصر دا شواهدي زور زور كما و شواهده كشي كبه بي زور زور لاواز و ضعيفة تنها لشعر دا هاتو او اسمي ظاهر دا كري خلفي او بيد خلفي زميلة كبه اسمي ظاهر خلفي زمير بيد اینا زمی خودی زمیر که بقل جی پرنابته ولی سیل ده باشه او وقال الزمخشري في وعلم آدم الأسماء كلها جناب الزمخشري لم آتدا فرمویتی إن الأصل أسماء المسمات لا حول لا قوة إلا بالله أم هنگاوی کی گورت روشت تپیشار تماشا که علم آدم الأسماء بوچوني ابن جاء ويا تفسيري زمخشري وكو تفسيري الكشافية هندي كذب نزاني وبنفامي ملبي ودنين أما معتزلي وتو بابا معتزلي بون شتيكا زانا بون لعلومي أدبي دا شتيكا إما كارمان لعلم دا وقت إما شتيك دخوينين لبواري زانستيكا دا كارمان بزانستيكا امن وقت یک شتیک دخوینم باشا شتیک وردگرم لابن هشام کارم باونی ابن هشام پیش در شافعی مصب بود بایی با تحملی مصب بود بایی لهاتو کارم باونه نداو کاری من نیاو زمخشری معتزلی بو یا نبو هرسن زمخشری لکوتای تمنیا لو سالانی کوتای دا بود لمصب اعتزال لیداو باشا اما كارمان بولانا نداو او كاري ايمانيا معتزليا اما كارمان بعلمكيتي
اصلا فاعل مرفوع كسك بيلا كوا بمسلك اهلي حديث بي كسك بمسلك اشعري بيت ما تريدي بيت مثلا بونمونا قلبان مرجي ابيت جوزانم اري اماني كبحسيان دكري امرو حتشي بي فاعل مرفوعة أما كاري بمعتزلة بونو أشعري بونو أهلي حديث بونو أمانا قواعدي زانستي بنما زانستي كان اختلافي مذهب اختلافي بيرو بروان نازانية خو معتزلي ناتوا كبل فاعل مرفوع جوريج كبود باسي فاعل كحد أود بودالي كوكو زانستي اللغة هيا أما دبي ما قاتينا كين تو إيراد لازم مخشرية أو جزو أو ميدان برو بسم الله دو تو رخنا بنو سلا سر كتابكي كوكو زانان أو إشان كردوا زور زور دار مثلا حاشي باش باشيان لسر كردوا خزمتي باشيان بكتابك كردوا رخنا اعتقادي كشان موجهي بلين زمخشري كردوا زاوية ليرا كان دائما نابي أمشتانا تيكال كنيني ما دو بواري هي بواري زانستي اختلافي مذهب وعقيدة نازانية باشا شافعي وحنفي كان جاري ويكتريان كشتوا شافعي وحنبلي كان لسر جهر بسم الله يكتريان كشتوا جاري وي خما لم يجو إسلام دائما ديخواني نواني باشا او اندي شارو ناكوكي لبيني شافعي وحنفي دابوا بما بي نازم لبيني هشتك او اندي نبوا ناكوكي باشا بلان وقت ديتا بواري زانستوا ام همو شافعية درسيان بحنفيان قتوا زانا حنفي درسي بشافعي قتوا نا بواري زانست نا بتيجي بدين دبي كابر عقل بي عقل تو رقل للصوفية خوش اللينا صوفيني بلان كاسيك عالمة صوفية ابيتو بتي بالله خزمتي تشوك دادي بقربان وبصدقي بالباب زياتر خوش البيبي دعای بخیری با بکی زانستکی لیوش بگیری امزا تو صوفینی صوفی دبینه بی اوشتی چی که اولا اما بسی زانستکین باشا کسی که وام مثلا خوی نودن سلفی مادم علمی پی بید با کبره که سلفینی و صوفیه یا بمسلق اشعری و که همه ناکو که هلو بینین دا با بسی لخزمتی چوک داده و فیلی زانستکی با ایما اما من دوی اما شتی که روالك معمول بو التاريخ ميجو اسلام دا بلان اما سقط ما كدو الشيوان دو مانا باشتي قورو هلقو ملقو منالانو ترهاتو خزع بلاتو امانا جازة ما شيري تماشاكا عبارة دليب بلان قواعد داتا دازل عبارة كده مثلا ليرلا نيقوتوا زما شيري نيقوتوا كعلم آدم الاسماء ام اري الاسماء عبارة لمضاف إليه كمضاف إليه كتزمير نية تنالد يعني كوفيا كان كهنغاوية نوتي أنا كاك أو ألا دكلا ببيتا جيغي زميري مضاف إليه بقريتاوني تنالد زميري كزميري غائبة زميري مخاطب ومانا نية باشا بلان زمخشري هنغاوية قولة تردى ندلتي الله إن الأصل أصل ما تاوبوا علم آدم أسماء المصمماتي وتألي الأسماء باشا هاتوا نائبة جيجرة جينشيني المسميات كمضاف إليها خوافيري آدمي كر ناوي مسمى كان ناوي مسميات مسمى كان يعني أو شتاني كناويا ليندراوا ناوي يعني أو شتاكان كناويا ليندراوا خواي تبارك وتعالى ناوكاني فيري آدم كري أو شتانا أما شتيك إيه ملكتي بكان نايبينين إيه وقال أبو شامة أبو شامش ككسيكي لغويكي قورو زور زور معقولة الله أعلم وندك من بزانم فقي ابن عساكر جبوا برحمة خدا بن هملاكيان صالي 665 كوتي وفاتي كلو يكي قوال الشافعية ما سبكان خواه درجاتي عاليك يا ربي لم شرحك لسر شاطبية داويتي كبداخ وبدس ما نكوتوا شاطبية أو متنية كوا
شاطبی نەک خاوەنی موافقات و ئەمانە ناشاطبیە کە پێش ئەوە کە لە واقعدا متنێکی نووسیوە لە علمی قراءەتا بەڵام نەزمێکی هەیە لە متنی قراءەتە بە ئەتشاطبیە مەشهورە و شەرح و بەستی زۆری بۆ کراوە ئەبو شامە وابزام ئەم شیعرە لە سەرەتای قەسیدەکەی ئەو نەزمەدایە کە هاتووە دل بدأت ببسم الله في النظم أولا مصنف واتا ناظم باشا دار بالا سر أر أر آوايا دل بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا آوايا الأصل تبارك رحمانا رحيما وموئلا أم إمامي شاطبية برحمة بي أما منظوميك لعلمي لقراءة سبعة وابزانم بعام لقراءة أباشا أرستانكم ووكو وكبلين تيبي دلن مفردات شعرك حسب ظاهر موئل لمفردات شعرك كأو كهيا بمعنى ملجأ باشا إذا تشاكا عرستان كم دوبارة أو إيك هي دوبارة اللي ركانة دا تبارك لبركته بمعنى يعني خيري بردوام باشا مثلا وقت ضلي تبارك الله يعني خيري خوا بردوام بابو عبد كاني خوي رحيم ورحمن جوكا مشخصا إذا تاكا وات إمام الشاطبي ضلي دستم بيكل لتأليف وتصنيف كي خوم دا ببسم الله لأولا يعني لو هلي أولا أوم كرت كخلاصي كلام تبارك رحمانا باشا يعني تبارك زياد بيت بردوام بيت مستدام بيت خير بركتي خواه بسر عبدكاني دا كرحمان ورحيم وموئلة يعني السياسي فدبو خواه بكار ديني يكم مو رحمن دوام رحيم مو إلى يعني أو ملجأ أبو عبد كاني خوي باش إذا تشكا إن نجاتي عند دا لا سخت يكان لنا خوش يكان بدأت أو فعل ماضية باشا فعل فاعلة إذا تشكا جاء أرزي بلاي خوم قام أقبلين بدأ فعل شروعة فعل شروعة أو تاك وكو فعل ناقص لديو تاك لما حل رفع اسم كيتي ببسم الله أو أجا أجنبيتي كفاعل كيتي بحرف جرة عرزي بلاي خون كم أو كاتب ببسم الله أما كبرين شون حرف جرة صرف جرة نا بسم الله ما بس ليرة دا لفظي بسم الله ما بس النجم معناكي بوي بسم حرف جرة بعك بسم الله مجرور كدوة إذا تشاكا أما بيلن حكاية حال حكاية بيلن جار متعلق لما سوى بغوي بيشوا أجر بلين بدأ فعل عادي بي أجر فعل شروع بي وكو أفعال مقارب أوانا أما تبئة تعلق لما سوى بمحذوفك ودبئة خبر بوي عوايا لأصل ده باشا إذا تشاكا أو وقتا في النظمي جار مجرورة تعلق سوى بفعل بيشكا أولا نوزر في زمانة منصوبة لركانة ده شنك مقطوعة لإضافة هم للفظة هم لمعنى ده وكو شعروايا وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي اشتيش أواهي وكو أواهي باشا وهنديك جدلا دكري أولا استفاد بيبن فعل مطلق محذوف يعني نظما أولا أماش درسته تبارك فعل مازية فعلك الله هو يتولى بو الله رحمانا أمد بيت مفعول به بو فعلك محذوف تقديرك أخصوية أمدحوا كليرة دابوة منصب لبزورة الشعر يا نخي خلاصي كلام أجر منصرفة وكو حساني وايا كالأصل دا لحسن ورجلا والنقل حس باشا بارحال أما قصيل يدك لتو دوبارا لبابي شوار دا لبدا كرحمن خلاص آية منصرفية غير منصرفة أما إيرادك دقري ابن هشام برحمد بالله ابن حاجب ولزمخشري لبدا لبابي شوالا توضيح من داوة بهر حال رحما أو رحمانا أو مفعول به فعل مزور رحما حالا لو رحماني باشا
او او بلام هندك جلنا رحيما لردا صفة بو رحماني كأميش عرز عفو أم ابن مالك ولا بيج ابن مالك ده أعلم شنت مالي ده لان رحمن صفة نيا بلكو علما يعني اللي صفتها تتدروا عرز إبراهيم خوم كم وأم جار رحيما دكلي وكاتبه مثل صفات بو رحماني عوابي جاء قال الرحمن للصفة تاب ميني رحيما دكلت ببه حال لي وقال إيش أول نبي دبت الصفة بي لآخر إيه بها الحال أوش أو إتر أنت واقعي بلين عاطفية إيه دو تاكا أوش هالبوشي و عرضي بلاي خونك ما أقولنيش هالبوشي و جاء استنيرا كان دا بلا إيه دو تاكا شاهد كمان لسر أويكا جنابي أم شيبي دلن أبو شامة برحمة أبو شامة أبو شامة دلي شي دلي إن الأصل في نظمي بدأت ببسم الله في النظمي دلي أم ألي النظم عوزا لا مضاف إليه محذوف كياكي جا فجوزا يعني أبو شامة لقل شدا لقل جنابي زمخشري دا أم دوانا الرجان داوة يعني هم أبو شامة هم أو رجان داوة شي نيابتها نائبوني ألها كتتبو أل عن الزاهر الاسم زاهر وعن زمير الحازري لزمير حازج زمخشري وتي ألكا لجي مسمياتا كاسم زاهر أبو شامة دلي ألكا لجي يائي متكلمك يكوا نظمية لأصل دا بلا والمعروف من كلامهم زميلي حازم زميلي متكلمة شونك بمخاطب ومتكلم هذا لان حاضر بلا والمعروف من كلامهم أويكوا مشهود لكلام علمان ولكلام عربان إنما هو التمثيل بضمير الغائب مثال هنا نوب أنبابتا أويك معروف لكلام علمان كنقليا كدول لكوفيا كانوا برلا بسري كانوا برلا متأخرين أو إنما هو التمثيل من غير تنها وتنها مثال لنوبة زميري غائب بلان أمان لزميري غائب أبو شامة برو زميري متكلم شو زمشري حد أصلا دائري زميري هاتو تدري شو تدائري اسم زاهرة وطلع اسم زاهرة جاكري مضاف إليه بيو حذف بكري الجاكي بركاتواني أوش كوتاي درسي بنجاويك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.